صباح الخير متابعينا في الأردن. نهار اليوم الثلاثاء في ارتفاع إضافي على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في عموم المناطق وحارة جدا في مناطق الغور، البحر الميت ومنطقة العقبة. ونستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان على فترة الإفطار. 31 مع أجواء غالبا صافية، نسبة الرطوبة 66% وسرعة الرياح 24 كيلومتر في الساعة. كالعادة نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في عموم مناطق المملكة. كالعادة ابتداء شمالا وإربد نهارا 33 مع أتربة مثارة 23 ليلا، المفرق أيضا أتربة مثارة 35 نهارا 23 ليلا، وجرش بين 34 25، وعجلون بين 31 و22 درجة مئوية بإذن الله. إلى المناطق الوسطى مع العاصمة عمان 31 نهارا 22 ليلا، البلقاء كذلك الحال نهارا 31 ليلا 23، مادوى بين 32 و22، البحر الميت أجواء حارة جدا 38 نهارا 29 ليلا، والزرقاء أيضا أجواء حارة جدا 35 نهارا و25 مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. مع المناطق الجنوبية والكرك 31 نهارا 24 ليلا، الطفيلة نهارا 31 أيضا 23 ليلا، معان 31 نهارا 22 ليلا أجواء صافية، الشوبك بين 28 و21، العقبة أجواء حارة جدا 41 مئوية نهارا و29 درجة مئوية بتنخفض ليلا بإذن الله. أخيرا مع المناطق الشرقية كل مرويشد الصفاوي والأزرق درجات حرارة متقاربة بين 38 و36 نهارا، أما ليلا بتنخفض ل 22 درجة مئوية واحتمالية لهطول زخات من الأمطار بإذن الله. متابعينا هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تابعوا تفاصيل نشراتنا القادمة، إلى اللقاء.